يعطيكم العافية جميعا، رجعت لكم أحلى سلسلة موجودة على اليوتيوب، سلسلة تحدي 30 نسخة بنغوريون الرمضانية. اليوم معنا محمد عكريه، معنا محمد أبو ريا في دور النصف نهائي، اللي بيغلب بينهم بيواجه ضياء العكاوي. أول شيء شوف النفسية لليوم. شايف حالتنا مطحنين الحمد لله. الحمد لله، بس هذا المفروض ما يأثرش على التفكير. أكيد ما خصوش. أقول لك الأعذار مش موجودة يعني. أيوة بطل. شايف النفسية يا محمد؟ إن شاء الله نعمل اللي علينا. إن شاء الله خصم لا يستهان به. إحنا نعمل علينا مش مشكلة. أنا شايف كلاسيك وهون شايف ريال شوية برشلونة. بالزبط. نغير حظ المرة. على فكرة ضياء العكاوي بيلبس برضه ريال، فاللي بيغلب بيواجه ريال شخصية البطل. خلص كلاسيكو نهائي برضه. توفيق. يلا بالتوفيق للاثنين، ونبلش الحلقة في فقرة ماذا تعرف. أذكر لاعبين يحملون الجنسية الإيطالية لعبوا خارج الدوري الإيطالي عبر التاريخ، يعني لو لعب مرة بريت إيطاليا بس رجع إيطاليا برضو محسوب. المهم إنه لعب لو مرة بريت الدوري الإيطالي. بنبلش مع عكر. أول واحد جورجينيو. والله تسبخنا. بيرلو. لا. أليساندرو ديل بيرو. ديل بيرو لا ما لعبش برا. يا بالوتيلي. ثلاث أربعة خمسة ستة. كاندريفا. كانافارو. دوناروما. بوفون. بوفون. أوكي. في فيراتي. إنسيني. بيلي. ثلاث أربعة خمسة ستة. النقطة تروح لمحمد أبو ريا. أذكر اسم إنسان يبدأ بحرف الباء. بنبلش مع محمد أبو ريا. باسل. باسل. باسيل. منفع بارق. تشوي. افحص فار. افحص فار. لو قلت مرافق بس في اسم بارق. إذا فيش بارق عندك استريك. سيدر. عندك استريك كلنا كل الحنات يعني. أنا قلت بوران. هو كان بوران. بعرف بيرجع الدور عليه. بس. اكتب لي وين اسم عربي يطلق على الذكور. يا الله الزهور بارك محسوبي، وبس السؤال برجع لعندك لانه بعدها كان بران براق. برهان. باسم. بادي. أربعة. البليهي. البليهي ولا لا البليهي لاعب السعودي. البليهي اسمه عيلته بليهي. عيل عيل مش هل هو اسم بني آدم؟ باهر. برهان. وكالها برهان. كالها باسم. حكيت باسم. طيب أربعة خمسة طيب ثلاث، والنقطة بتروح لمحمد أبو ريا. أذكر شباب هسا هاي بدنا نركز فيها مشان إذا في حدا بعيد الاسم. أسماء الله. أسماء الله الحسنى. في عنا 99 اسم. بلش مع عكري. تفضل. الحي. الرحمن. القيوم. الرحيم. المالك. العظيم. قدس. ثا شوي القدس. قدس. قدوس. قدوس. قلت القدس أنت. قدوس. القهار. السلام. أربعة خمسة. العزيز. الودود. الجبار. لا جبار ما كانش. أربعة خمسة سترايك. القهار. ترى قلناها. الكريم. المتجبر. الحميد. الواحد. الأحد. قيوم. بعد ما شفنا بالفار القيوم سترايك ثلاث، والنقطة بتروح لمحمد. اللعبة ثلاث صفر. هاي الحلقة برعاية معون كريم. أذكر أغراض توجد في كل منزل لا تعتبر طعاما. كرسي. كنباية. طاولة. سجادة. تخت. براد. فرش. شباك. غاز. شايش. فينتا. دش. مغسلة. تلفزيون. مراية. مشاطة. هواي. دفاي. مزقان. مزقان بس للملاحظة مزقان هو المكيف. رام. برداي. خدي. سكملة. قلم. محاي. براي. ماشي تعال على ثاني شوي. بس كلام محاي هاي أشياء دراسة. إحنا كل أشياء في المنزل. بعطيكم لا. سترايك واحد وسترايك واحد. كلام محاي مش محسوبات. سترايك واحد. غلطتني يا زلمة. ماشي معك أنا. الجواب بروح. السؤال بس عندك صح؟ ليه من أكل سترايك؟ برجع عندك. برجع عندك. شرشف. كومودينو. كوباي. لامبا. زلفي. مقلاي. شوكي. طنجرة. سكيني. مصفاه. صحن. أربعة. زاني. علقة. باب. منشر. حبل غسيل. صحيح موجود في ناس بيحطوا بس حبل غسيل يعني. حمام. كهرب. غسالة. نشافة. جلاي. مجلة. قلنا مغسلة. قلنا كلته مغسلة. طب في مغسلة اللي بتغسل فيها ديك، وفي المجلة اللي تعب الصحون، مش نفس الشيء. لا 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 لانه خطر على بالي. شو الفرق بينهم؟ شو الفرق بين واحد اوسع من الثاني؟ واحد للجلي واحد لغسل اليد. اوسع من الثاني مش بس اوسع من الثاني. بكل محل بدك وين بدك تجلس الصحون؟
بالمغسل مغسله الحمام ما بوضوا ما بوضوا شو خاص حنفيين ثلاجه فريزه يعني اوكي فريزه درب زين بس درب زين مش في البيت بالدرج مش جوايت بس البيت طلعنا جوا صراحه غلبك درج بلاط 3 4 5 3 2 هاي والله شكلها لكمل على الصفر ما بقول لا بتقدر ترجع اذكر لاعبين سجلوا اكثر من 10 اهداف في كل المسابقات هذا الموسم يعني موسم 2022 موسم 2023 كل لاعب سجل اكثر من 10 اهداف 10 وفوق يعني 10 محسوب وفوق ال10 محسوب تفضل ميسي رونالدو نيمار مبابي راشفورد جابرييل مارتينيلي هالاند ساكا بنزيما ليفاندوفسكي فينيسيوس 3 4 5 سترايك 1 ليفاندوفسكي 4 5 سترايك 1 ويسام بنيادم كدم هيسوس 4 5 سترايك 2 تشوبو موتينغ جمال موسايلا 3 جنابري 3 4 5 محمد صلاح قلت الخمسة بعدين هذا طبعا يا سلام وسيمين ورد سخية ورد سخية يا ولد دوري طول مرة جيرو خلصت معنا فقرة ماذا تعرف باكتساح من حمد أبو ريب بخمسة صفر ونيجي مع فقرة المزاد ونبلش بالسؤال الأول كم نادي حقق الدور الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ تقدر تذكر 30 ثانية 10 روح علينا يا رجل روح 10 النص دقيقة بتبلش هسا تشيلسي مانشستر سيتي ليفربول أرسنال مانشستر يونايتد ليستر سيتي عندك نوتنغهام فورست أستون فيلا ليدز حقق اللقب بال 1930 إذا مش غلطان في كمان واحد كان في بالي يلا ظل معك 10 ثواني يلا اخر واحد ايفرتون افحص لي ايفرتون مش اكيد ايفرتون بس مش متاكد بس ايفرتون في ايفرتون خلاص خلص الوقت ايفرتون انا بدي ايفرتون تعال شوي نفحص الفار ليدز ربحه ايفرتون ايفرتون اه ايفرتون قول يا عمي النقطة بتروح لمحمد عكري هسه منروح لسؤال في المعلومات العامة وهذا سؤال مفروض خفيف لطيف وحلو اذكر ماركات عالمية في عالم الملابس يلا بقول 5 6 7 9 10 11 روح طبعا بس تمام شوي بس ده كله شيء اذا مثلا تقول لي مثلا تومي بعدين تومي اشي هاي غير محسوبة كلها بالنسبة لي مثلا تومي تمام وقتك ببلش هسه تومي لكوبر اديداس نايك ديادورا بوما ريكاردو ميلانو أوكي. عندك أرماني إمبوريو أرماني أوكي. عندك يا شوي أسيكس صحيح وعندك كمان شو اسمه نيو بالانس صحيح يا دورة صحيح بتنحسب ماركات كلها ماركات عالمية السؤال في الدين أو بالأحرى في تاريخ الدين كم عالم مسلم تقدر تذكر 30 ثانية؟ عالم مش شرط تبالغ في كثير علماء اللي مش بس تخصصوا في الدين في علماء كثير في العصر العباسي اللي بكون كل المواضيع الثانية شو أنا حكير العصر العباسي يعني هيجا السؤال بيقول أنا صراحة بعرفش حدا يعني واحد بعرفش السؤال فري نقطة؟ لا بدك تقول الواحد طيب عباس بن فرناس خلصت روح يعني خلص خلص صرت حكيها اعطيته واحد اعطاني واحد عباس بن فرناس عباس بن فرناس ابن سينا الخبر اسمه ولك اوكي طيب. اسمع فكرت علماء دي والله بعرف لا مش بس دي لا تعال شوي بدك انا هون شو راح انت هون قلت والله بس راح عم بفكر علماء دي بس هيثم ابن سينا انا في غرفه الزلمه كذب كم فريق يلعب بالدوري الايطالي تقدر تذكر في 30 ثانيه طبعا نحكي عن الدوري الايطالي الممتاز عندك الكالتشيو 6 7 8 9 روح 30 ثانيه بلشت هسه روما لاتسيو ميلان يوفنتوس نابولي
فينيسيا و وفيرونا ايموبلي فيرونا قلت صح ايموبلي لا فينيسيا بتلعب لا لا سامدوريا سامدوريا صح فيرونا بتلعب فيرونا كمان لا فيرونا لا فبعد لك واحد فينيسيا اوكي سامدوريا ايموبلي قلنا حكيتها اتلانتا صحيح حزاك بس السؤال الاخير معنا هسه النتيجه 6 4 3 3 3 هيك البرشلوني بحب يسر حبيبنا ابو العكر السؤال في المعلومات العامه اذكر عواصم دول اوروبيه يعني بس من خلال اوروبا تعني كواضحين تركيا هون لا تعتبر من اوروبا ولا تمام؟ روسيا ولا روسيا تفضل يلا 5 7 7 9 10 11 12 روح تيم ثاني ببلش هسه لشبونة مدريد باريس لندن دبلن زغرب ستوكهولم روما براتسلافا بودابست قلنا 10 لا ظل واحد اوكي 2 لا فيينا قلنا 11 احنا فيينا اوكي وهلسنكي يلا وهيك خلصنا فقرة المزاد بنتيجة 7-3 لمحمد أبو ريان عكري هسا في عندك فقرة الجرس إذا بتجيب كل فقرات الجرس أنت بتربح معنا أبو ريان بشافي تجيب سؤال واحد صح وهيك أنت بتربح معنا نصف النهائي وتتأهل معنا للنهائي نيجي لفقرة الجرس مش حطوا ايديه كل واحد منكم حط ايد لا بالزام مش تنزلها بس القصد انه لا بس اطول ايد تمام جاهزين تفضل جاهز السؤال الاول بيقول ما هو لون البحر هون ازرق خطا شفاف صحيح لا يا زلمه لا انا هم اروح انا عاوز اروح يلا نيجي سراوش يا شباب سراوش يلا جاهز نيجي للسؤال اللي بعده هسه السؤال في الدين من هو أول من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصبيان هون علي سيدنا علي صحيح تابع زيد اللي كان الصبيان أول طيب ما هو اللي كان أول واحد حد علي بن الصبيان بقول لك الصبيان طيب ما هو كان صبي اللي تبناه زيد صح علي بدك نفحص نقدر نفحصها لأنه هاي نقطة جدا مهمة خلينا نفحصها البحر مالح والناس مصالح متأكد منها بس عشانه مشان بكفيني خزوي تبعت البحر يا زلمة علي بن أبي طالب نجي نكمل نكمل احنا للاخر انا بعدني بتندم على الغلطات اللي راحت هسه السؤال في كرة القدم من هو الفريق الفرنسي الوحيد الذي فاز بدوري ابطال اوروبا هون مرسيليا صحيح شو جرس حكوا شوي شيء كده هي طلع راح يمين هسه ما الاسم الكامل لراسم لوحة الموناليزا هون دافينشي لا ليوناردو دافينشي صحيح هو ثواني اسم اسم الكامل ليوناردو دافينشي شرفي ما فهمت السؤال بو الاسم الكامل اللي رسم لوحة ولا اللي رسم للي رسم ظبط بس هو ضغط لك كل أهوال ضغط قبلك صح عربي اللي رسم مش لا هو عيد السؤال كمان مرة كيف حكيته ما الاسم الكامل لراسم لوحة الموناليزا راسم أنا سمعتها لراسم لوحة الموناليزا شو اسم الموناليزا الكامل هذا اللي قلت لراسم أنا عيب انا حطه في الكواليس لا اله الا الله ترخي هو صراحه انا برضو اخذ معي وقت عشان هيك اخذ معي وقت انا لاني رسمي هيك والله صراحه اعطيكم سؤال ثاني بنفع يلا طيب اسمع 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 بشرفك كنت اقول لك نغير محل البحر بس يلا من اخر فريق لعب ضده المغرب في كاس العالم 2020 كرواتيا مرتبة الثالثة صحيح هسه بنيجي لها أخرى سؤال بدل هذاك السؤال اللي شطبناه خلونا فتشر أي في أي سنة ربحت مانشستر يونايتد بدك تحكي ربحت الشامبيونز ليج نخون احكي جواب 2007 2008 صحيح هذا كده كوش صح
لانه سالتني امبارح عن عن الليبرين. اول شيء بنحب نبارك لاخونا محمد، بنحب نشكر اخونا محمد عكري على المشاركه القيمه. عن جد انا اقول لك شغله، انا بقدر مشاركتك، وعلى فكره انا بعرف انه الكادي هون مش صعبه، ولولا هاي زي ما تقول عذرا مش سهله، بعرف انه هاي لولا هاي يعني زي ما تقول الحساسيه من اول جوله فكيف تقدر تغلب، وبعرف انت ما شاء الله عنك يعني عندك معلومات قيمه. اذا ممكن ازيد برضو شغلي، يعني عن جد والله الاسئله اللي غلبت فيها يعني كان اخر احتمال الي، يعني بعديها عن جد ما كنتش راح اكمل، يعني الاشي كثير 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 متقارب. جي جي يعطيك العافيه. كنت حابب يعني يكون اشي شو اسمه كلاسيكو، كلاسيكو بالنهايه، بس خلص طلع اول ما حدا دمرتني. بس هو زي الكلاسيكو، ريال غلبت اكثر صح؟ اشتري ريال غلبت اخر مره اكلوا خسروا باثنين، في واحد وفي اثنين. سامحينكم فيه، سامحينكم فيه. شكرا لكم، بتمنى انكم انبسطتوا بالحلقه، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم المره الجاي. سلام.